Installation Fiat Tipo. نقوم أولا بنزع البلاستيك المحيط بالمقود، نقوم بنزعه. لدينا 3 براغي، 2 في الأعلى و1 في الأسفل. لدينا بريز او بي دي، هذا هو موضع بريز او بي دي. نقوم باخذ اسلاك الكامبيس في رقم 6 كان هاي و 14 كان لو، والبين 16 بلس 2 فولت او بلس بيرمانو، والبين 4 السالب او جي ان دي. هذا السلك فهو سلك فيدباك او السلك المتحكم في غلق السيارة عن طريق تيليكوموند او ريموت السيارة. هذا هو السلك، لونه ابيض اسود، يوجد مع الاسلاك التي تتجه الى الباب، لونه ابيض اسود. أما سلك أنتي ديماراج فنأخذه وراء كود لاين الذي يوجد على المفتاح، فهو سلك أبيض، نقوم بقطعه وربطه مباشرة مع الرولي. أبري كونتاك أو إغنيشن، السلك أزرق. سنتراليزاسيون وراء زر فتح وغلق الأبواب مباشرة، فهو سلك رمادي. نظام فتح وغلق الأبواب في فيات تيبو فهو يشبه تماما النظام الذي يوجد في رونو كليو 4.